شاف مشاهدينا جميعنا في انتظار لقاح لفيروس كورونا، والجميع يتساءل أيضا عن معايير نجاحه وفشله. هذا ما سنستوضحه مع ضيفنا دكتور يحيى مكي، الأخصائي في علم الفيروسات في المستشفى الجامعي كلود برنارد من مدينة ليون الفرنسية، ومن حيث ينضم إلينا عبر سكايب. صباح النور دكتور. تحياتي لك، صباح النور، وتحياتي لكل شعبنا في لبنان، ونحن معكم بما أصاب لبنان العزيز علينا واللبنانيين إخواننا، فندعو إن شاء الله شكرا جزيلا لك إعادة بناء وإعمار والشفاء لكل مصابين في المستشفيات. وأشكركم على هذا البرنامج القيم الذي خصصتموه للفيتامينات، أنا استفدت منه كشخص، وسوف يفيدنا كذلك للمصابين بالكورونا فيروس. كل من هو مصاب يعطى له الفيتامينات. ولو سمحتي لي أزيد نقطة أساسية في الفيتامينات بصفتك أخصائي في علم البيولوجيا، خاصة النسوة المتحجبات بسبب الحجاب السمش لا تدخل للعظم، فمعظم النسوة المتحجبات ينقصن من الفيتامين فيتامين دي، وخاصة كبار السن، فعليهن أن يقدمن أو يتعرضن على الأقل في بيوتهن للشمس حتى لا تنقص. ونعرف بأنه نقص فيتامين دي يسبب العدوى للفيروسات وللميكروبات. تفضل جميل سيدي. طيب دعنا نعود للحديث حتى نفيد مشاهدينا عن اللقاح. الجميع في انتظار اللقاح، والخبراء يتحدثون عن 3 أو 4 مراحل يتطلبها اللقاح لاستيفاء شروط فعاليته. أخبرنا أكثر عن هذه المراحل. نعم، المراحل، كل لقاح، أي لقاح كان، يمر بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى عندما نصل إلى لقاح فيما يخص الفيروسات هو سهل التحضير، لأنه نأخذ الفيروس الذي نكثره في المخبر في الخلايا، في علب في الخلايا، ونكثره كل يوم كل يوم، ومن بعد نأخذ هذا الفيروس ونأخذ منه عينات فنجففه ونضعف كل مكوناته التي تعطي المرض أو تقتل، ونترك كل مكونات البروتينات للفيروس التي نستعملها مع مكونات أخرى حتى نحميه في الحقن، ومن ثم نعطيه للإنسان. ففي المرحلة الأولى نكون الفيروس فنجربه في الخلايا، اللقاح نجربه في الخلايا، هل هذا اللقاح يحمي الخلايا التي أعطيناها أم لا. أولا نعطي اللقاح في الخلايا الفيروس الذي هو مكون كاللقاح، ونجعل الفيروس الجديد، هل الفيروس يتكاثر أم لا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو كيف نجربه عند الحيوانات. نمر أولا عند الفئران، عند الأرانب، عند القردة، أو عند الخنزير كرمكم الله. هذه المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة نمر عند الإنسان، والمرحلة الثالثة فيها تقريبا مراحل. المرحلة الأولى نستعمله عند مثلا 10 أشخاص فقط، ونرى هل يقتل 10 أشخاص، فهنا لا نعطيه تماما ونلغيه تماما. إن لم يظهر أي عرض على 10 أشخاص فننتقل إلى 50 أو 70 شخص أو 100 شخص، ونحن دائما في المرحلة الثالثة. نعم 70 شخص أو 100 شخص لم يظهر أي حالة، فهنا نمر إلى آخر مرحلة في المرحلة الثالثة، ونستعمله عند 3000 شخص أو 20000 شخص أو 100000 شخص حتى نرى ما هي العوامل. فالشركات الكبرى اليوم، سواء الشركة الروسية في مخبر جامعة غاليليو، أو الصيني أو الهندي، أو سانوفي أفنتيس فرنسي، أسترازينيكا البريطاني الألماني، أو موديرنا الأمريكي، كلهم هادو وصلوا إلى المرحلة الثالثة. فمنهم من جربه عند 120 شخص، منهم 76 شخص، منهم 300 شخص. الصينيين قرروا أن يجربوا عند الجيش. نعم. طيب الجيش الصيني. نعم. وقرروا أن يصلوا إلى 30000 شخص. نعم. فهذه مراحل لتحقيق من اللقاح، المراحل الثلاث. لكن مراحل اختبارات اللقاح هي تقريبا 125 نقطة اختبارات ومراقبة في كل مرحلة حتى نصل إلى لقاح يعطى لك سيدتي ولي ولكل المشاهد الكريم. وقد تتعرقل هذه المحاولات في أي لحظة، مثل ما حدث مع مثال جامعة أكسفورد التي أوقفت تجاربها بعد مرض أحد المتطوعين. هذا ماذا يخبرنا؟ هل نعود هنا إلى نقطة الصفر، وما تأثير ذلك على استكشاف لقاح للمرض؟ أشكرك، نقطة هامة. لا، جامعة أكسفورد لم يقفوا إنتاج هذا اللقاح، لا، أوقفوا استعماله مؤقتا في التجارب حتى يعرفون ما هو السبب الذي أعطى التهاب حاد
في الشرايين في الخلايا النخاعية الشوكية لشخص واحد، فهل الفيروس أم هل هي المكونات التي أضفناها إلى المكون الفيروس المجفف في الجرعة كما نراه في الصورة، هل هذه المكونات، هل هو الألومنيوم، هل هو السلفات، هل هو الكحول، هل لأنه فيه مكونات عديدة حتى يبقى الفيروس المجفف، وهذا اللقاح لأنه عندنا نوعان من اللقاحات سيدتي الكريمة، عندنا يا أما فيروسات نتركها حية ما يسمى فيفون أتينوي، حي لكن ننقص ونضعف من آثاره وشراسته، أو لا مميت ومجفف تماما. ومثلا فيروس عندنا عدة فيروسات التي من نوعين من اللقاحات، فهنا في مرحلة أكسفورد أوقفوا لهذه المرحلة وسوف يدرسون ما هو سبب هذا الالتهاب، هل هو الفيروس بحد ذاته وصل المجفف، هل وصل إلى النخاع وأثر، أم أحد من مكوناته. وهذا معروف عندنا سيدة الكريمة، مثلا سنويا نعطي اللقاح الانفلونزا ضد انفلونزا فيروس ضد لاغريب الانفلونزي، كل طبيب عندما يريد ان يلقح اي مريض او اي مواطن ليس بمريض الانفلونزا فيقول له هل انت لك حساسيه للبيض؟ يقول له نعم، فلا يعطيه اللقاح، لانه 90% من اللقاحات ضد الانفلونزا نكونها عن طريق حبه البيض الدجاج، لانه نستعمل المصانع اللقاحات ضد الانفلونزا تستعمل ملايين من البيض منذ فصل الربيع، نعطي الفيروس لحبه البيض وبتكوين هذا البيض يكون لنا ملايين المليارات من الفيروسات، فنستخرجها من حبه البيض ومن ثم نطهرها ونمرها بعده مراحل وهنا نصل الى اللقاح ضد الانفلونزا. فعندما اخذنا من البيضه اخذنا بروتينات من البيضه، فهنا نسأل إذا كانت له حساسية، فعندنا شركة أخرى تصنع اللقاح من غير حبات البيض بل عن طريق الخلايا التكاثرية في المصنع البيوتكنولوجي، فهذا عندنا خبرة في هذا. لكن كل لقاح يعطى جديد أو كل أي دواء يعطى جديد في كل اختصاصات الصيدلية سيدتي ونحن كخبراء عندنا ما يسمى بالمراقبة الدوائية، الفارماكوفيجيلانس. يعني هنا سؤالي دكتور يحيى، ربما أعتذر الأخير لأنه دهمنا الوقت، يعني هنا سؤالي أنه هذه المراقبة الدوائية نحن العالم كله الآن في انتظار لهذا اللقاح، ونسمع كل يوم عن دول تجرب وبدأت تجرب، الرئيس الروسي جرب اللقاح على أبنائه، نريد أن نعرف كيف يمكن أن نتطمن، يعني عندما نسمع أن هناك لقاح قد ظهر، يعني كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية دكتورة سومياس وميناثان قالت أن سلامة أي لقاح محتمل لمرض كوفيد 19 تأتي في المقام الأول، والحديث عن السرعة لا يعني أن نتهاون فيما يتعين علينا تقييمه. هذا كلام جدا مطمئن، ولكن بالنسبة لنا ك يعني مواطنين بسيطين نريد أن نطمئن على سلامتنا، أي لقاح يجب أن نتبع يعني أو نتطمن لاستخدامه؟ لحد الآن سيدتي اللقاح الروسي واللقاح الأمريكي موديرنا هم وصلوا إلى مرحلة جد مفيدة ومهمة لنا في التجربة، فنحن عندنا حتى يعني عندما نوزع اللقاح ندرس على مدى القريب، نلاحظ في هذه المراقبة الدوائية ماذا سوف يظهر فورا، وعندما نلقح مليون شخص أو مليونين شخص فربما يكون فيه إنسان عنده مرض قلب فربما يكون يؤثر عليه جدا، أو مرض كبد أو مرض وراثي مثلا أمراض نخاعية، فربما هذا اللقاح يضعف أم لا يضعف، فهذه كلها دراسات ونحن في العلم اليوم، لأنه بسطنا علم الفيروسات وأنا سعيد جدا، هذا من اختصاص لكل مواطن ولكل مشاهد كريم لشاشتكم الكريمة، لكن عندنا ما يسمى بالبينيفيس ريسك، الفائدة والضرر. إذا لقحنا كل الشعب اللبناني العزيز علينا وعندنا يظهر إصابتين أو ثلاثة ولنقح 7 ملايين أو 10 ملايين فنلقح، هذا لا يعني فشل اللقاح، يعني ربما هو لا يناسب بعض من استخدمه. أعتذر لقد دهمنا الوقت للأسف. دكتور يحيى مكي الأخصائي في علم الفيروسات في المستشفى الجامعي كلود برنارد في مدينة ليون الفرنسية، شكرا جزيلا لك. تحياتي. شكرا مشاهدينا، فاصل ونعود للفقرة السياسية الثانية، ابقوا معنا.